لا انا ممكن الليله الزوج ده كان واحد دار يتزوج، الزواج ده بيقوم الله سبحانه وتعالى بيعينه على الزواج، بيقوم المشكله وين؟ المشكله في الجاهزيه المعنويه. لكن انت هل انت بعد الزواج هتقدر تكون اسرتك؟ هتقدر يعني انت بتقول اهم شيء انك كيف تستمر بعد أيوة. الاختيار ده بعد الزواج بقوه يعني بعد ما يعدي مراسم الزواج كامل، هل انت هتقدر فعليا انك تثبت بيتك، تكون قائم بواجباتك كامله،